اطلعي من الموضوع عم تتصور. هاي ابوي طبعا. قضية الزميلة الصحفية تهاني قطاوي نموذجا تم توقيفها بعد رفض تكفيلها في مركز الإصلاح وتأهيل جويدي للسيدات لكشفها بالصور عن واقع مركز نزهة الصحي في العاصمة عمان. توقيف الزميلة قطاوي أثار الوسط الإعلامي والحقوقي والرأي العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي لحجم الظلم الذي تعرضت له بسبب الكشف عن الخدمات العامة السيئة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. شايفين كيف تأجر سيارة سياحية ورجع فيها لورا بلز علي بسيارته بده يضرب سيارتي سيارة أبوي؟ شايفين كيف سكر علي الطريق وما بده يخليني أمشي؟ شايفين؟ ولتعزيز حق حرية الرأي والتعبير في الإعلام باشرت قناة الأردن اليوم بإعلان عن مسابقة تحمل اسم تهاني قطاوي لأفضل تقرير صحفي حول الخدمات الصحية في القطاع الحكومي. الزميلة خرجت الأحد الماضي بكفالة عدلية قيمتها 1000 دينار، ولكن نطرح الأسئلة من جديد: إلى متى سيبقى قيد التوقيف خانقاً حرية الصحافة والإعلام؟ وما هي ضمانات العدالة في إنصاف الصحفيين؟ وكيف يمكن الوصول إلى معايير حرية الرأي والتعبير لتتواءم مع منظومة حقوق الإنسان؟